شوفوا يا صحابي فيديو جديد من العاب الاطفال. جايبالكم النهارده لعبه حلوه قوي بجد، وهي لعبه صلصال المفاجآت. اللعبه دي بجد انا عن نفسي منبهر بيها قوي، واكيد الاطفال كمان هيحبوها، لان مع كل رقم الارقام اللي مرسومين على العلب دول موجود فيه هديه تحت الرقم. هنفتحهم دلوقتي مع بعض ونشوف يا ترى ايه اللي جوه، وفي الاخر خالص هنطلع الالوان الجميله بتاعت الصلصال ونبدا نلعب بيها مع بعض. يلا بينا نبدأ نفتح ونشوف ايه اللي جوه. زي ما انتوا شايفين في كمان الوان جميلة قوي، بس اللعبة ديت مش مناسبة لسن اقل من 3 سنين. ودلوقتي هنبدأ نفتح الارقام مع بعض. في كل رقم من دول موجود لعبة او فورمة بيتشكل عليها الصلصال. هنفتح مع بعض ونشوف يا ترى في ايه جوه. طبعا كلها اشكال مستوحاة من الرسومات اللي موجودة دي، زي ما انتوا شايفين النجمة او مثلا العكاز بتاع عكاز السكر واشكال تانية كتير قوي. هبدأ دلوقتي اوريكم الالوان الجميلة بتاعة الصلصال، وبعدين هنبدأ نفتح الهدايا مع بعض. ده الصلصال اللي جاي مع اللعبة، 5 علب من الوان مختلفة، بجد الوان تحفة جدا. في هنا الاورنج الفسفوري، وكمان في اصفر واخضر فسفوري، وفي كمان لون ابيض. اللون الابيض دوت فيه جليتر ينفع قوي للتلج، هيدي شكل حلو قوي. وكمان عندنا العلبة الاخيرة اللون المنت او الاخضر الغامق شوية. شايفين اللون الابيض ده قد ايه جميل، الجليتر اللي فيه بجد هيدي شكل حلو قوي مع التلج. ودوت اللون المنت او الفيروزي برضو بجد لون حلو قوي. انا شايفه بجد ان الابيض ده هو تحفه قوي. هو شويه معلش لازق في العلبه. شايفين يا اصحاب الجليتر اللي فيه، وكمان اللون الاخضر، كلها الوان جميله قوي وتقدروا تعملوا بيها اشكال كتيره قوي. واللي هيساعدكم على كده الفورمات اللي موجوده جوه اللعبه اللي هنفتحها طبعا دلوقتي مع بعض. واللون الاصفر وكمان الاورنج الفسفوري، بجد كلها الوان مبهجه جدا. بس طبعا لازم نطلع الفورمات اللي جوه اللعبه او اللي جوه العلبه دي علشان نقدر ان احنا نشكل الصلصال ده. هنبدأ مع بعض دلوقتي، ودي الأرضية اللي المفروض هنحط عليها الأشكال والألعاب بتاعتنا. شايفين قد ايه أشكال حلوة قوي. هنعمل دلوقتي زيها بالظبط، هنعمل شجرة وهنعمل كمان رجل التلج وكل الأشكال الجميلة دي. وكمان في أجراس جوه في اللعبة، وفي حاجات كتيرة قوي زي ما قلتلكوا يا صحابي هتساعدكم ان انتوا تشكلوا الصلصال. هبدأ دلوقتي معاكم وهنفتح أول رقم ونشوف يا ترى في ايه جوه. مستعدين؟ يلا بينا نبدأ. أول رقم، يا ترى ايه ده؟ واو، شايفين يا صحابي شجرة عيد الميلاد، شكلها بجد تحفة حلوة قوي، وتقدروا طبعا تشكلوا بيها الصلصال. تاني رقم، برضو شجرة عيد الميلاد بس حجمها اكبر، وكمان في جواها دوائر تقدروا تحطوا فيها الوان مختلفة من الصلصال، هتدي بجد شكل حلو قوي. شايفين يا صحابي نفس فكرة الشجرة اللي فاتت بس دي اكبر. الرقم اللي بعد كده انا متحمسه جدا بجد. شايفين يا صحابي يا ترى ايه ده؟ العاب مثلا، اوه دي هدايا، هدايا صغيره. شايفين يا صحابي الفيونكات اللي موجوده على الهدايا، شكلها حلو قوي بجد. اوكي هنشوف اللي بعدها. ايه
فيه ده مقص عشان يساعدنا في ان احنا برضو نشكل الصلصال. يا ترى موجود ايه في رقم 5؟ دلوقتي طبعا بشجرة عيد الميلاد ديت هينفع معاها قوي اللون الاخضر يا صحابي. وهنا كمان في ايه يا ترى؟ واو ده قطر بجد شكله تحفة قوي، شكله جميل قوي. رقم 6، واو شايفين يا صحابي الكرة الذهبية اللي بتبقى موجودة في على شجرة عيد الميلاد؟ هي دي شكلها او هو ده شكلها، والفورمة ديت هتساعدنا ان احنا نشكل شكل الكرة دي، وكل دوت مرسوم على علبة في الرسومات الجميلة دي. يا ترى ايه دي؟ سكينة، سكينة علشان تساعدنا ان احنا نقطع الصلصال ونشكله، حلوة قوي برضو. لسه في اشكال تانية كتير يا صحابي، اوعوا تكونوا زهقتوا، انا متحمسة قوي اشوف كل الاشكال دي. واو قرون الغزال بتاعت بابا نويل بجد تحفة قوي، شايفين يا صحابي حلوة قوي بجد. تقدروا ان انتوا تشكلوا الغزالة وبعدين تحطوا لها القرون دي. الرقم اللي بعد كده، يا ترى ايه دهوت؟ اوه العاب التلج والهوكي، عصاية الهوكي، حلوة قوي بجد برضو. دي طبعا كلها هتتشكل وهتبقى عبارة عن هدايا عيد الميلاد اللي هتتحط تحت الشجرة. يا ترى ايه ده؟ اه دي اداة تخلينا نشكل الصلصال بسهولة ونفرده. واو الرجل البسكوت، حلو قوي برضو. رقم 12 جواه لعبة برضو حلوة قوي، شكلها جميل قوي برضو، هتبقى حلوة قوي لما تتشكل. وهنا الله جميلة قوي الفورمة ديت على شكل التلج، هتنفع قوي مع الصلصال الأبيض. واو طربوش بابا نويل او الطاقية بتاعته، حلوة قوي تحفة، شكله جميل والوانه جميلة قوي بجد، العاب حلوة قوي. الرقم اللي هنا اللي موجود في الشجرة، يا ترى في ايه؟ فورمة على شكل جرز، حلوة قوي يا صحابي برضو. كل الحاجات ديت هتتعلق على شجرة عيد الميلاد. وهنا واو رجل التلج بجد تحفة جدا، شايفين يا صحابي كمان البروزات اللي موجودة فيه ديت علشان تحطوا فيه ألوان تانية. وهنا كمان فورمة على شكل نجمة بجد تحفة. دلوقتي رقم 18، واو شايفين يا صحابي ايه ده؟ فورمة برضو تانية شكلها حلو قوي، بس انا الصراحة مش عارفة ديت بتاعت ايه. الشكل اللي بعد كده، فورمة على شكل شجرة تقريبا، ممكن تكون شجرة او جرز. دلوقتي رقم 20، واو حلو قوي الجناح دوت بجد تحفة،
ممكن تعمله شكل اي طفل وتحطوله الجناح دوت. الفورمة دي على شكل ورقة شجر تقريبا، شكلها برضو حلو قوي بجد. كل الاشكال اللي انا طلعتها لحد دلوقتي عجباني قوي. يا ترى في ايه في رقم 22؟ ايه ده؟ واو، هما دول الاشخاص اللي هيغنوا في عيد الميلاد. شايفين التلات اشخاص دول؟ شكلهم بجد حلو قوي. كل الحاجات ديت يا صحابي هتبان قوي لما تتشكل بالصلصال. دلوقتي احنا خرجنا معظم الالعاب، فاضل رقمين 23. في برضو شكل حلو قوي، لفة هدايا تقريبا. ورقم 24 وهو الرقم الاخير. يا ترى في جوه ايه؟ شكل بيض، فورمة على شكل بيض. بجد اشكال تحفة كلها، وهتساعدني ان انا اعمل اشكال حلوة قوي. هي دي يا صحابي الاشكال اللي احنا طلعناها. بجد انا شايفة زي ما قلت لكم انها اشكال حلوة قوي وعجباني جدا، وهتساعدني ان انا هعمل حاجات كتيرة دلوقتي. هوريها لكم دلوقتي بالفيديو. يلا بينا مع بعض نبدأ نلعب بالاشكال دي.
دلوقتي يا صحابي انا خلصت كل الاشكال، شايفين اشكال كتيرة قوي تعبت فيها شوية، بس بجد النتيجة تحفة. تقدروا طبعا زي ما قلتلكم تعملوا شاورة عيد الميلاد وتحطوا تحتيها الهدايا، وتبدأوا بقى ان انتوا تعملوا اشخاص وتحطوها كمان حوالين الاشكال دي. اتمنى بجد ان لعبة صصايا المفاجآت تكون عجبتكم، اتمنى كمان ان الفيديو يكون عجبكم. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك، دي حاجة بتفرحني جدا. ما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد مننا. شكرا ليكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.